أعلنت برضو وزارة المالية إنه البنك الدولي يعني خصص مبلغ 3 مليار، بدأ يوم الأربعاء 2 مليار، اليوم حمدوك في كلامه كانت 3 مليار، وخصص لحاجات معينة اللي هي من ضمنها 17 مشروع في الصحة، أقصد في الطاقة وفي الزراعة وفي الري. ونفتكر دي حاجات أساسية جدا جدا عشان استنهاض الاقتصاد السوداني، وعشان يكون في نمو في الاقتصاد ويسرع لعجلة الإنتاج. ال 17 مشروع دي برضو فيها مشاريع في كل ولايات السودان، لكن برضو في تركيز على الـ على الـ على الولايات والمهمشة والكان فيها حروب وكان فيها صراع وكده. السودان طبعا بالحاصل ده بيكون دخل فعلا يعني في لب المجتمع الدولي بتاع التنمية الدولي. الإشكال في إنه دكتورة هيبة قالت إنه نحن اشترطنا على البنك الدولي، أول حاجة إنها هي طلبت من الوزارات المعنية بالثلاثة قطاعات اللي هي الزراعة والطاقة والري إنها تجهز مشاريع تكون مشاريع متكاملة، وطالبت بإنه يكون في وحدة بتاعت مراقبة ومتابعة وتنسيق للمشاريع. الوحدة دي تكون مكونة من الجانبين، الجانب الأممي والجانب السوداني. لكن جات في حتة معينة وقالت إنه نحن ما حنبدأ نصرف من هذه الأموال للمشاريع ما لم نتأكد إنه على أرض الواقع في فعلا تحرك ممتاز.